طيارة جوية إسرائيلية أودت بحياة الطفل الساهر أبو ناموس في غزة. وغارات سبقتها أودت بحياة الآلاف من أطفال فلسطين. إلا أن مشهد استشهاد الطفل ساهر كان له تأثير كبير على الرسامة البريطانية كاري بيل، التي شعرت بالصدمة حين رأت كيف تضطهد الطفولة وتقتل بنيران الحقد. I know that the painting can't bring them back, but I felt like I wanted to do something. Every day there were more and more people dying and just lists going up. مأساة هذا الطفل ألهمت كيري، فقررت أن توظف إبداعها الفني في خدمة الإنسانية. فكانت نقطة البداية حينما رسمت صورة الطفل ساهر ليتبعها صور عديدة لأطفال آخرين فقدوا حياتهم في الصراع في غزة. It's the compassion for human lives, and that's what's really motivated me to do this. لم تكتفي كيري بالرسم، بل حملت معها صورها وتوجهت من بريطانيا إلى فلسطين المحتلة لتقدم عملها إلى أسر شهداء الحرب، وتبرعت لهم بعملها الفني ليبقى حضور أبنائهم ذكرى باقية في صور جميلة ومعلقة على جدران صامدة. To find all of the families, and I've got all of their names, so I can give them to them. So that is the next stage of the project from here.